وطبعا سريعا كده يمكن على خلفية الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه الا وهو تعزيز الاستثمارات المصرية في افريقيا وشكل التعاون الاقتصادي ما بين مصر وبقية دول القارة، انا مصر على تسميتها التعاون الاقتصادي. تعرف انه البنك الافريقي للتنمية الانتخابات بتاعته هتبقى في اغسطس اللي جاي ده اللي هو اغسطس 24، وده اللي خليني قاعد عمال بفكر ان احنا اكيد اكيد احنا مستعدين بمرشح قوي جدا للدفع بيه في انتخابات رئاسة البنك الافريقي للتنمية. فيعني انا اعتقد احنا اكيد مستعدين، يعني ممكن يبقى في عندنا مثلا ايه بقى المفاضلة ما بين 3-4 مرشحين احنا عندنا رؤساء البنوك بتوعنا يعني دول جبابرة بصراحة، يعني عقليات وسيفيهات تخض. فأتمنى يعني إن احنا نبقى مستعدين تمام الاستعداد، وتبقى المسألة بس بالنسبة لنا مين ولا مين. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. أغسطس 2024 مهم جدا. طيب تعال أخدك على حاجة مهمة جدا وهي متعلقة بالصومال وصوماليا لاند واتفاق أثيوبيا مع إقليم صوماليا لاند اللي هو جزء لا يتجزأ من الصومال، ودي حدوتة الحقيقة. أثيوبيا خدت بعضها وراحت اتفقت مع إقليم صوماليا لاند أو أرض الصومال، وهذا الإقليم يحاول جاهدا مرارا وتكرارا أن يعلن استقلاله كدولة مستقلة بعيدا عن الصومال، ولا أحد يعترف به على الإطلاق، فلم ينل أي اعتراف دولي. وبالرغم من ذلك إثيوبيا راحت اتفقت مع انفصاليين في أرض الصومال على أنهم يستأجروا منهم أراضي ومواني وما إلى ذلك، حتى يصبح لإثيوبيا، لأنها دولة حبيسة لا سواحل لها ولا بحر ولا ميناء إلى آخره، حتى يصبح لإثيوبيا أنها يبقى لها مكان مطل على البحر الأحمر. السؤال بقى، هل هذا الاتفاق قانوني؟ طبعا الاتفاق غير قانوني. ليه؟ لأنه اتفاق اتعمل ما بين دولة ومجموعة انفصالية غير معترف بها، ما بين دولة وكيان ما يحاول الانفصال ليعلن نفسه باعتباره دولة مستقلة غير معترف بها. وزير خارجيتنا سيادة السفير سامح شكري ده بيأكد دعم مصر الكامل لدولة الصومال، ويدعو لاحترام سيادة الصومال ووحدة أراضي. طبعا ده كان في أكتر من موقف، ويمكن أخيرا من خلال مشاركته في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، واللي انعقدت النهاردة الأربعاء وإحنا بنتكلم بالقاهرة، وصدر بيان الجامعة واضح وبمنتهى الجلاء. معانا على التليفون دكتور وئام عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. مسألة صوماليا لاند واتفاقها مع إثيوبيا وعدم قانونيته، سواء إذا كان عدم قانونيته بالنسبة لدولة الصومال بحد ذاتها، وعدم قانونيته أمام المجتمع الدولي وطبعا الجامعة العربية من جهة أخرى. اسمح لي أن أبدأ بس في البيان الختامي لوزراء خارجية الدول العربية حول هذا الموضوع. أيوه. لأؤكد مدى فعالية جامعة الدول العربية، ما زالت جامعة الدول العربية تساند الدول العربية بالرغم من مواطن ضعف كثيرة، ولكن النهاردة كان في الختام تأكيد على شيء هام جدا بالرغم من أهمية هذا الموقف ومدى عدم قانونيته سواء دوليا أو إقليميا على المستوى العربي أو المستوى الإفريقي، إلا أن بيان الختام جاء ليؤكد أن سيادة الدولة العربية الصومالية على أرضها. أيوة. إحنا مش بنأكد على أحقية فقط الصومال لهذه الأرض، ولكن بنأكد على عروبة الصومال، وهذا الأمر جد خطير في ظل فوضى البحر الأحمر زي ما احنا بنقول الأيام دي والقرن الأفريقي. نرجع تاني للإجابة على سؤال حضرتك، ما مدى قانونية هذا الأمر؟ طبعا كل القوانين الدولية يعني في اعتراض لهذا الأمر، وصولا إلى يعني شجب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والاتحاد الأوروبي إلى هذا الموقف من أثيوبيا، وهذا تعاقب صريح للجميع.
ولكن مصر كانت أكثر دقة في تصريحاتها لعدم قانونية هذا الأمر بالتنديد بأن هذا الأمر يخالف أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدولة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها والسكان. صحيح، يمكن ده البند الثالث، الرفض القاطع. هنا يعني مصر بتؤكد على هذا الأمر لسبب رئيسي. أثيوبيا يعني تتميز أثيوبيا منذ اعتلاءها بأحمد لرئاسة الحكومة بأن هي حافظة أو بتشارك دائما في حفظ السلام في الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي أدى إلى يعني اعتلاء أبي أحمد أو احتيازه إلى جائزة نوبل للسلام عام 2019. صحيح. جميل. هذا الأمر يلغي هذا هذه الجائزة بناء على إيه؟ بناء على الاعتداء على الأراضي الصومالية من خلال دعم يعني الانفصاليين زي ما احنا بنقول. صحيح. ما هو تداعيات هذا الأمر؟ هذه التداعيات سوف تنال أثيوبيا، يعني بالرغم من أثيوبيا بتسعى إلى الوصول إلى البحر الأحمر بحجة الاقتصاد، دعم اقتصادها والاقتصاد البحري بالنسبة لها، بالنسبة لأن هي أكبر مساحة في القرن الأفريقي وتمثل دولة حديثة بتسعى إلى البحار حريا بها أنها تتخذ خطوات يبقى معترف بها من المجتمع الدولي والقانون الدولي إلى آخره. يعني تقدر تروح لدولة الصومال العربية نفسها وتطلب أنها تستأجر مواني، أو تروح لجيبوتي، أو تروح لإريتريا، يعني حتى في ظل الخناقة اللي كانت ما بينه وما بين إريتريا والتي تهدأ أحيانا ثم تثور أحيانا أخرى. بس هنا دكتور وقام في حاجة مهمة، يعني البيان اللي حضرتك أشرتي ليه وقلتي ده بيان عظيم وأنا متفق معك، البيان من 11 نقطة بالظبط، النقط بدءا من 9 و10 و11 تحديدا اللي هم تكليف مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل واديس ابابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا القرار لوزارات الخارجية والأجهزة المعنية في هذه الدول والمنظمات الدولية. البند 10 طلب من الأمين العام تشكيل مجموعة عمل على المستوى الوزاري لمتابعة تنفيذ مشروع القرار. 11 الطلب من السيد الأمين العام مخاطبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مضمون هذا القرار وخطورة الخطوة. بماذا ينذر ذلك يا دكتور وقام؟ الحقيقة أنه ينذر بتجريم هذا الأمر، ولكن على أرض الواقع كما تعلم أستاذ يوسف أن هذا الأمر سوف يقابل بتميع دولي كباقي القضايا الدولية الجادة في هذا التوقيت، لسبب أو آخر زي ما إحنا بنشوف دلوقتي اندلاع حروب البحر الأحمر وتميع العالم وتميع الدولي بالنسبة لقضية غزة، فهذا استكمالا لهذا الموقف. نعم لجميع البنود في هذا البيان، ولكن دعنا يعني نتكلم على أرض الواقع من ضرورة تفعيل التواجد العربي والمصري في القرن الأفريقي بجميع دوله. الأستاذ يوسف، الصراع ينتقل من الشرق الأوسط إلى مخطط القرن الأفريقي الكبير الآن، سواء حروب البحر الأحمر، سواء ما تفعله أثيوبيا، كل هذا وأكثر لابد من التحرك، تحركات على أرض الواقع من خلال زي ما حضرتك قلت الاستثمارات الإفريقية التي تقوم بها مصر، مما لا شك فيه أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال يصل إلى 70 مليون دولار، أيضا تفعيل ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية الآن لسبب أن الشعب الإفريقي وكل الشعوب الإفريقية وخاصة القرن الإفريقي بيرتبطوا بالشعوب العربية والشعب المصري خاصة بعلاقات تاريخية ودية. زي ما أنا قلت لحضرتك في حديثي أن تداعيات هذا الأمر سوف تنقلب على أثيوبيا لسبب أن هي تحتوي على أعراق وتوترات عرقية شديدة. طبعا. كان من أهمها ما يعني تناوله البرلمان الأثيوبي في إبريل 2021 عن يعني مجازر في أحد الأعراق من قبل الحكومة.
هذا الامر بيدعو الى تلك العراق الى الانفصال عن اثيوبيا والمناداه بالاستقلال زي ما فعلت اثيوبيا وغيرها من الامور. الى جانب شيء اخر هو خطوره هذا الامر على الميناء الهام وال يعني احنا بنقول الدوله الهامه على البحر الاحمر هي جيبوتي وما تحتوي عليه من يعني قواعد عسكريه للدول الكبرى. ايضا صحيح. ان هذا الامر سوف يحرك الارهاب مره اخرى يعني البؤر الارهابيه وما يسمى بحركات الشباب بزياده الهجمات الانتقاميه من اثيوبيا. كل هذا واكثر يؤدي الى توتر في القرن الافريقي واشعال الصراع وبالتالي يحوله الى منطقه اكثر احتقانا تضاف الى المناطق المحتقنه في المنطقه. ان شاء الله مش هيحصل كده. انا بشكرك جدا دكتور وئام عثمان استاذ العلوم السياسيه بجامعه بورسعيد، ولعل المجتمع الدولي يتحرك تحركات اعتقد انه هيتحرك فيها بالفعل بخصوص هذه القرارات المنفرده من الجانب الاثيوبي ودعم الحركات الانفصاليه، محاوله الحصول على اتفاقات غير ملزمه لا قانونيا لا بالقوانين داخلية لدولة الصومال ولا طبقا لمقررات الاتحاد الافريقي ولا حتى طبقا لمقررات جامعة الدول العربية ولا ايضا للامم المتحدة. احنا بنتكلم على اقليم لم يحصل على اي اعتراف.